كملنا مع النفاق. اللي يحب يمشي مع الجزائر، اللي يحب يمشي باش الجزائر تقوى اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ديمقراطيا، مرحبا به. ولكن اللي يحب يخرج على الخط هذا الله لا يرده. انا نقولها الله الله لا يرده. وحنايا او ما يلعبوش بالمصير تاع العمال، او ما يلعبوش بالمصير تاع الشباب، او ما يلعبوش بالمصير تاع الامه الجزائريه.